فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. انبهر نبي الله العزير، الطعام 100 سنة ما يتغير، والحمار تحلل ثم يجمعه الرب عز وجل فجأة أمامي، ثم يتكون الحمار مرة أخرى جسدا كاملا، ثم يقوم من فوره. ما هذا الذي أرى؟ ما هذا الذي أشاهد؟ ما هذا الذي يحدث؟ العزير عليه السلام يستغرب من الأمرين، من الطعام ومن الحمار. هنا تبين للعزير مقولته التي قالها: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. انظر يا عزير كيف أحيى الله عز وجل الحمار. فلما رآه العزير قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. تبينت قدرة الله عز وجل للعزير، وعلم أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الأرض بعد موتها كما أحيى هذا الحمار الذي أمامه. قام العزير وانطلق إلى قومه ليرى ما الذي حدث. توجه عزير عليه السلام إلى قريته التي غاب عنها 100 عام، فرأى البيوت ليست هي البيوت، والناس ليس هم الناس. سبحان الله كيف تغيرت قريته. ألست أنت يا عزير الذي قلت وقد مررت على قرية وهي خاوية على عروشها، ألست أنت الذي قلت: أنى يحيي هذه الله، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ إنك يا عزير الذي لما رأى هذه القرية الخراب تعجبت واستغربت واستنكرت أن تعمر بعد دمارها. الآن انظر إلى القرية يا عزير، انظر إليها كيف عمرت وكيف تغيرت وكيف تبدلت. ولسان حاله يقول: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أول ما توجه العزير عليه السلام إلى بيته القديم، إلى بيته الذي افتقده منذ 100 عام، ذهب إلى بيته فوجد البيت غير البيت، والمكان غير المكان، ووجد عند البيت امرأة عجوز عمرها 120 عاما، امرأة عمياء حسيرة كسيرة مقعدة على الأرض. سلم عليها العزير عليه السلام ثم قال لها: يا أمة الله، أين بيت العزير؟ فبكت. قال: ما الذي يبكيك؟ قالت: لم يسأل أحد عن نبي الله العزير منذ سنوات طويلة، لقد افتقدناه 100 عام لم نسمع خبرا له، ربما مات. فقال لها نبي الله العزير، قال: يا أمة الله، أنا العزير، أنا نبي الله، أنا العزير. فقالت: إن العزير يستجيب الله عز وجل دعاءه، فإن كنت حقا أنت نبي الله فادعو الله عز وجل لي أن يرجع لي بصري ويشفيني من مرضي. وعمرها 120 سنة، كانت أمة عندهم، فدعا الله عز وجل لها ومسح على وجهها فقامت بصيرة، ثم دعا الله عز وجل فشفيت من مرضها وقامت من مكانها وقامت تمشي وهي تنظر إليه وقالت: إنك أنت العزير، إي والله لا زلت أذكرك، إنك أنت العزير. وأخذت به إلى الناس ودخلت على الناس وهي تقول لهم: قد أعاد الله عز وجل إلينا عزيرا بعد 100 عام، إنه هو، لا زلت أذكره. وفي القوم كبار للسن، وفي القوم الملأ في قريته، فقالوا له: إن كنت حقا نبي الله العزير فإن بخت نصر لما جاء قد أحرق التوراة كلها وقتل حفظة التوراة، فأعد لنا التوراة فإن عزيرا كان يعرفها. قال: تعالوا معي. فذهبوا معه، قال: احفروا في هذا المكان. فحفروا فإذا بهم يستخرجون التوراة التي دفنها، لكنها 100 عام قد اندرست وقد تلفت وقد أكلتها الأرض.
ثم قالوا له: وأين التوراة؟ إن كنت نبي الله العزير فأخرج لنا التوراة الآن وذكرنا بالتوراة. فإذا بربنا عز وجل يقذف في قلب العزير التوراة كلها، وإذا به يقرأ ويرتل عليهم التوراة من بدايتها إلى نهايتها، وأهل العلم يكتبون وأهل العلم يتدارسون ويأخذون عنه التوراة وهو يقرأها عليهم. أعاده الله عز وجل بعد 100 عام، فعظم أمره في بني إسرائيل. فلما مات وتوفاه الله عز وجل حقيقة، إذا بهم يعظمون أمره حتى نسبوه لله عز وجل وقالوا: إنه ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، نسبوا الولد لله عز وجل، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ضل اليهود في العزير وهو نبي من أنبياء الله عز وجل. في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن الحقبة الأخيرة في بني إسرائيل، سوف نتكلم عن نبيين من أنبياء الله عز وجل، إنهما زكريا ويحيى عليهما السلام. إنها الحقبة الأخيرة من حقب أنبياء بني إسرائيل. ماذا صنع زكريا؟ وماذا فعل يحيى؟ وما صفاتهما؟ وماذا صنعت اليهود مع زكريا ومع يحيى؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. لما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. تبينت قدرة الله عز وجل للعزير، وعلم أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الأرض بعد موتها كما أحيى هذا الحمار الذي أمامه. قام العزير وانطلق إلى قومه ليرى ما الذي حدث. توجه عزير عليه السلام إلى قريته التي غاب عنها 100 عام، فرأى البيوت ليست هي البيوت، والناس ليس هم الناس. سبحان الله، كيف تغيرت قريته. ألست أنت يا عزير الذي قلت وقد مررت على قرية وهي خاوية على عروشها؟ ألست أنت الذي قلت أن؟ فقامت بصيرة، ثم دعا الله عز وجل فشفيت من مرضها، وقامت من مكانها، وقامت تمشي وهي تنظر إليه، وقالت: إنك أنت العزير، إي والله لازلت أذكرك، إنك أنت العزير. وأخذت به إلى الناس ودخلت على الناس وهي تقول لهم: قد أعاد الله عز وجل إلينا عزيرا بعد 100 عام، إنه هو، لازلت أذكره. وفي القوم كبار للسن، وفي القوم الملأ في قريته، فقالوا له: إن كنت حقا نبي الله العزير فإن بخت نصر لما جاء قد أحرق التوراة كلها وقتل حفظة التوراة، فأعد لنا التوراة فإن عزيرا كان يعرفها. قال: تعالوا معي. فذهبوا معه، قال: احفروا في هذا المكان. فحفروا، فإذا بهم يستخرجون التوراة التي دفنها، لكنها 100 عام قد اندرست. ويحيي هذه الله أنى يحيي هذه الله بعد موتها. إنك يا عزير الذي لما رأى هذه القرية الخراب تعجبت واستغربت واستنكرت أن تعمر بعد دمارها، الآن انظر إلى القرية يا عزير، انظر إليها كيف عمرت وكيف تغيرت وكيف تبدلت. ولسان حاله يقول: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أول ما توجه العزير عليه السلام إلى بيته القديم، إلى بيته الذي افتقده منذ 100 عام. ذهب إلى بيته فوجد البيت غير البيت، والمكان غير المكان، ووجد عند البيت امرأة عجوز عمرها 120 عاما.
امرأة عمياء حسيرة كسيرة مقعدة على الأرض. سلم عليها العزير عليه السلام ثم قال لها: يا أمة الله، أين بيت العزير؟ فبكت. قال: ما الذي يبكيك؟ قالت: لم يسأل أحد عن نبي الله العزير منذ سنوات طويلة، لقد افتقدناه 100 عام لم نسمع خبرا له، ربما مات. فقال لها نبي الله العزير، قال: يا أمة الله، أنا العزير، أنا نبي الله، أنا العزير. فقالت: إن العزير يستجيب الله عز وجل دعاءه، فإن كنت حقا أنت نبي الله فادع الله عز وجل لي أن يرجع لي بصري ويشفيني من مرضي. وعمرها 120 سنة، كانت أمة عندهم، فدعا الله عز وجل لها ومسح على وجهها. انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. انبهر نبي الله العزير، الطعام 100 سنة ما يتغير، والحمار تحلل ثم يجمعه الرب عز وجل فجأة أمامي، ثم يتكون الحمار مرة أخرى جسدا كاملا، ثم يقوم من فوره. ما هذا الذي أرى؟ ما هذا الذي أشاهد؟ ما هذا الذي يحدث؟ العزير عليه السلام يستغرب من الأمرين، من الطعام ومن الحمار. هنا تبين للعزير مقولته التي قالها: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. انظر يا عزير كيف أحيى الله عز وجل الحمار. فلما رآه العزير قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً.